الكلام اللي تم ده دفعت فيه مصر ثمن غالي من كل حاجة، من اقتصادياتها، من أبنائها. وزارة الداخلية دفعت وقدمت 1194 شهيد و 22202 مصاب. وأضم صوتي لحضراتكم وأجي التحية لأرواح شهدائنا والمصابين. طب إذا توقفنا عند هذا الحد وقلنا إحنا فين دلوقتي؟ هل انتهى التهديد لمصر؟ نقدر نقول انتهى تهديد الإرهاب العنيف أو انحصر، لكن لم ينتهي التهديد لمصر. هناك تهديد من نوع آخر لا يقل ويمكن يكون أخطر من الإرهاب العنيف، اللي هو حروب الجيل الرابع والخامس، واللي بتتعرض لها مصر على مدار السنوات اللي فاتت وحتى الآن، واللي بتقود عمليات تنفيذها جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج من خلال لجان إلكترونية بإمكانيات مالية ضخمة، بالإضافة إلى بعض العناصر اللي هي متعاونة معها أو تلتقي معها في المصالح وإن كانت تختلف معها فكريا. وزارة الداخلية بتاعي هذا التهديد وتاعي خطورة هذا التهديد، واللي حضراتكم يمكن بتلمسوه لحد دلوقتي وإحنا بنتكلم من إشاعات وتزييف للحقائق واختلاق أكاذيب وتطاول ومحاولة بس الإحباط في نفوس الشعب المصري، ومحاولة تصدير فكر مغلوط ورؤية مغلوطة للشباب صغير السن اللي هو ما عصرش الأحداث اللي هي شافت هذه الجرائم وشافت هذه الأحداث. وزارة الداخلية هذا الموضوع بتعتبره لا يزال قدامها هدف بتعمل على مواجهته والقضاء عليه، والحمد لله إن احنا في وعي جيد من المواطنين وفي مساندة من المواطنين في هذا الموضوع. ووزارة الداخلية بتتمكن من إجهاض هذه المحاولات من خلال ضربات أمنية استباقية، والحمد لله احنا يعني بنواجه بالقوة المطلوبة لمثل هذه المحاولات. لكن نقول ان الوعي في هذا الموضوع هو الحاجز وحائط الصد اللي ممكن يتصدى لهذه المخاطر. وزارة الداخلية قايمة بدورها لتنمية هذا الوعي من خلال تنظيم ندوات ومن خلال تنظيم ورش عمل ومحاضرات تثقيفية عن مخططات إسقاط الدول من الداخل، وبتدعو ليها مختلف فئات المجتمع سواء طلبة أو سواء من العاملين بمختلف جهات الدولة. يمكن في محور آخر، لما اقتربنا من حالة الاستقرار وكان ما نقدرش نقول يعني أو اقتربنا من تحقيق الأمن الشامل، فالأمن دائما ينظر أن هناك شيء لا يزال يجب عمله، ودي فلسفة للحفاظ على مستوى الأداء الأمني. سيادة الرئيس في هذه المرحلة وجه سيادته بأن احنا حان الوقت مع تطور الدولة غير المسبوق ومع استعادة الأمن والاستقرار أن تعيد وزارة الداخلية صياغة نفسها وسياساتها، وأن تطور مقدراتها علشان تواكب كل هذه المقدرات. وكان سيادته بيتفضل وبيقول أن تطور الجريمة وتطور التكنولوجيا بيفتح سقف التطور بالنسبة لمؤسسات الدولة كلها، ومن طبعا من بينها وزارة الداخلية فيما يتعلق باختصاصها. وكان سيادته حط محاور معينة لكيفية تطوير وزارة الداخلية لنفسها، وناقش سيادته معانا تفاصيل كل محور من هذه المراحل التطوير،
وأنا يمكن نحاول ننجزها في أبرز هذه النقاط: استخدام الأسلوب العلمي في وضع السياسات وإدارة العمل الأمني، تطوير المنظومة الأمنية والخدمية، الارتقاء بقدرات العنصر البشري. احنا أنشأنا مركز للدراسات الأمنية والاستراتيجية، وده يماثل أحدث المراكز المتطورة اللي موجودة على المستوى الدولي اللي معني بنفس هذه الاختصاصات.